سنعتزل. الحمد لله وحده صدق وعده. اضرب الارض صانعتنا متى رجعين متى فيا حكومتنا لماذا الانفجار ماذا الحمد لله الحمد لله الذي جعل عزة الإسلام بعزة الأرض. بالآخرة ومن يقاتل في سبيل لبيك يا أقصى لبيك 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 يا أقصى وتدمير المنازل إن يعني الساعة 6 تكبير جعل الأقصى والعود ويكبر صوت البعض ولا بد للنصر من شهدائهم عندما يسمعون عزيز الصواريخ النصر على ارض فلسطين فيا محل النصر بعون الله وعلى القدس ووقوف القدس ويهين احرار فاتحين نحن هنا في الاردن لا نقول إنا معكم بل نحن جزء نحن منكم وأنتم منا نقول بوركت سواعدكم وبورك نصركم وبورك جهادكم ونسأله أن نكون قريبا معكم في معركة التحرير بإذن الله تعالى.